صدر الدجاج بطعم الفاهيتا بالخضار المكسيكية، كيلو صدر دجاج بطعم الفاهيتا من نبيل، كوب بصل شرحات، كوب فليفلة حلوة مقطعة إلى شرائح، بدنا ثوم مفروم، بدنا كمون، صويا صوص، وجبنة موزاريلا مخلوطة مع جبنة الشيدر. راح أضيف كمية من هالزيت حتى أبدأ في تقلية البصل والفليفلة والصويا صوص والثوم وهالمطيبات اللي رايح أضيفها لحشوة للدجاج. طبعا تفضلوا في زيارتنا في معارضنا في شارع عبد الله غوشة، بنفتح من الساعة 10 صباحا وحتى منتصف الليل. بسم الله، راح أبدأ بإضافة البصل ونشوح البصل مع شوية من الزيت. راح أضيف كمية فلفل أخضر حار، هون طبعا ضيفوا حسب الرغبة، حسب انتو ما بتحبوا على الطعام، بتحبوه حار زودوا، بتحبوهش حار ممكن استغني عنه نهائيا. راح اضيف شطة حمراء، هاي شطة طبعا عبارة عن حارة شوي كمان، وزي ما حكينا في موضوع الحار انه انتو ضيفوا اللي بدكم اياه، في حال ما حبيتوش حر كتير ما نضيفوا نهائيا. نقلب. الآن راح أضيف أكيد الثوم، راح أضيف الآن المكون اللي راح يعطي شخصية للطبق اللي هو الكمون، راح أضيف الكمون، وبعدين راح أضيف كمية الفليفلة الموجودة عندي، ما بدي أذبلها كثير لأنه أنا أوريدي رايح أضيفها بالفرن مع دجاج نبيل، أكيد نبيل ما إله بديل. هون راح أضيف في هاي المرحلة شوي من الكزبرة، في حال ما حبيتوا الكزبرة مش أساسي فيها بتشيلوها، لكن الكزبرة بتعطي للفهيتة أو خضار الفهيتة طعم ولا أطيب منه. الريحة كثير طيبة اللي عندي هون، ياريت لو انكم معي وتشموا الريحة، اشي كثير مرتب. راح اضيف الصويا صوص حسب المقادير، طبعا دجاج الفاهيتا من نبيل هو دجاج متبل مملح جاهز ولا بده اي اضافات، فقط بيطلع من الفرن ساعتين زمان من ذوبه وبعدين من سخنه، ما بده اي اضافات اخرى، جاهز. حتى كمان ممكن نشويه على الفحم بيطلع بجنن. اوكي، هون زي ما انتم شايفين تقريبا رايح اكتفي، هاي صار عندي خضار طيبة. خلوني اجيب الان بولة زجاج وابدا في خلط الخلطة، وبعدين ابدا في تطبيق الدجاج عندي بشكل كتير مرتب. اذا هيها الخلطة اللي عملتها اللي هي بطعم الفاهيتا. راح اجيب صينية معدة للفرن او للشواء، وراح اضيف كمية الجبنة اللي عندي فوق الخلطة هاي اللي سويتها، الخلطة الطيبة بهالمطيبات، فليفلة، بصل، صويا صوص، ثوم، فلفل حار، يعني في كثير وصفة غنية الوصفة هاي. طبعا راح اقلبها مع الفليفلة، راح يصير في عندي مزيج طيب جدا، شوفوا كيف. اوكي اوكي بعدين نجيب هالدجاج بهالشكل، هيو دجاج فاهيتا بالنبيل وجاهز. بنجيب ملعقة صغيرة، بنسلم أكيد على أم خالد السواعي بتشهدنا من السلط، نحكي لها الله يمسيكي بالخير يا أم خالد، الله يعطيك العافية. هون راح أضيف هالفليفلة والخلطة الطيبة اللي عملناها، هالمطيبات هاي على صدر من الدجاج نبيل بطعم الفاهيتا، ورايح اضيف كمان الصدر الثاني فوقيه مباشرة وما اضغطه، بدي النار تصل جوا الجبنة والذوب الجبنة كمان. نفس الفكرة رايح ابلش اعملها ونضيف الجبنة بهالشكل. هي عندي هون اخر قطعة من هالدجاج، والان بدي اروح افتح الفرن واضع الدجاج بالفرن لمدة تقريبا يعني مش اكثر من 10 دقائق، لانه اوريدي كل شيء مطبوخ عندي،
عبارة بس أني أسخن الدجاج، أخلي الجبن تذوب شوي من جوا وياخذ الدجاج لون حلو من برا.